السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم بديت نظفت ذاك البرج، نظفت السطح. البرج اعوفه مو كلش وسخ فما راح انظفه. طبعا والله ما اعرف من واحد يحكي من يبدي على صارت البارحه مال الانفجار باب الشرجي. يعني طلع عليهم والله، جيت على الفقره، جيت على هذا بالبالات، هاي السياسيين كلها عفتها تجي على هذا. هو هذا شنو هو مثل هو يخلي ربح له باليوم 10,000 دينار يعطيها لعائلته تيجي تفجره؟ ليش ما تخاف الله وترى تخاف الله ما سوى هاي سوايتك. اوف اوف، قالهم الفاتحة رحم الله دم قرأ الفاتحة لجماعتنا الشهداء العراقيين كلهم استشهدوا بالانفجار واستشهدوا بغير الانفجارات، وكل من دافع على العراق شهاد الشهداء العراق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله والشكر، نقول الله إن شاء الله يناولهم الجنة ويناول النار دول أصحاب الانفجار. ان شاء الله حقهم ما يضيع عند رب العالمين. بدينا اليوم ما اعرف والله واس ماكو عندنا ذني الفقس فرخ واحد يبقى الثاني واحد. اليوم عدي ذني شوي، عدلت بالابراج، نظفته هذا، عدلت الحله مالته، اريد هذا اسوي بس مال زق. ان شاء الله ارجع عندي حلات انصبهن، عدل ذن الرفوف اسويهن، اكملهن، اخلي هنا حله وهنا حله، هنا احط حله، اجيب هنا حله، يعني ارتبه ترتيب بحيث اخلي اكثر شيء، اخلي بس مازاق والافراخ احولها جوا هناك، ابدا اخرج اعدل بيه هنا، اشوف يعني النوب انتظر اطلع لي وجبه حلوه. ان شاء الله وجبه حلوه طلع لي اقوم اخرج بيها من الصيفيه للشتويه، من الصيفيه جهز للشتاء اللي يجي. اليوم احتمال الكهوية اهم هوا شويه يكون موجود فما راح اطير، فابدي هيجي. هذا مقطع باكر دمجه وياهم ويا مقاطع عده اسويها، خلنا نعطيه نكد ادمجهم ويا مقاطع. يندمج مقاطع ويا مال باكر، باكر احتمال اطلع واطير يكون شوية صافي الجو. اشوف حطيت هذا الاملاح الابيض، بعدين هذا الابيض، هاي الاملاح ولا هاي املاح صاديوم ما سماها، خليها فين وهم حاطينهم، ما صار بي قاعد جوا. حطوا براشكم زين، جاية موجة مال برد يعني الا في الشي. نفس الشيء هاي الموجة مال برد، أهم أرجعهن ترى أرجعهن 11 في الليل، أعطيهن وجبة مال أكل حتى الطيور تدفى بالليل. ما أعرف هسه أنا أفكر يعني احتمال أسوي برج كبير أو هذا نفسه إذا شال عد الزوجات. وشوف كم حله يشيل، اذا شال 15 حله
فعوفه ما فلشه، فاحاول اسوي له ترتيب، اعدل ترتيب الحلات مالته وارتبه ترتيب زين. هنا انا ايش عندي هنا؟ عندي هنا طيرتين انا منتظره فراخن، الحاله الاول واحده فوق والجواها، وهي ما بقى لها شيء راح تفقس عن قريب. وعدي هاي الحلة فوق هم بيها بيض، البقية ما بيها. فشباب خلونا نرجع لكم، هاي خاف واحد يقول لي شنو شنو هاي، هذا فلين، هذا مو جو بارد، خليه هناك وحدة ورا الاخ وسد بيه هذا الوجه حتى ما يجي هواء. عدي هذا هم الحاف ما نستخدم ما نحتاجه، فغطي الابراج ما خليني يجي هنا هواء. اكو تنفيس، انا مسوي ان شاء الله التنفيس، بس هاي راح تجي البرد حيل قوي فما اخليهن، ف نخليها او على باكر نكملكم المقطع الفيديو. شلونكم شباب؟ يوم رجعنا لكم ثاني يوم طلعناها شيخنا الشمس باحثنا مقدمة مال الطيور، واليوم هذا عندي هذا مطر ما ادري ايش بيه، هو جوا زرع افراق. بعد ما ضيعنا هسه طيرناهن، يابا انا طلعتهن تقريبا نص ساعة يدشرن يشمسن على راحتهن، طير بيها طيرة سودة ما زوجة، بلايج اثنين ما زوجات، شنو بعد؟ ايه هن ذلين الموجودات يعني، بس هن جلدات فرخ يعني عندي ما عليهن شي، مو خوف. اليوم اكو هوا بس هوا مو قوي يعني، زين هوا حلو. ما رجع اشوفوه لو لا رجاي هو عطير عايف التصوير، لان شمس والموبايل ما ينشاف ظلمه. هذا الطبينة طلعته هيك، ندري اذا ما طلع عايف على الفرق ما تحسن لي. دني كذا بعد ما رجع لحد قال هاي مالتك، كل تعرف ان انا طير هنا بلاش، وجوز راح البعيدات وجوز تغلسن، فما علينا طبهن تحيش بدال الطير. عندي 10، مو احنا بنقول لك احنا 1000، لا عندي 10 20 بدال الطير. انا حطن بعدين كش الاخ ما عندي اقادي شو حتى اخوفهم. وينه؟ خاف من هاي مقرافة. طبعا ذني طلعت شوية ثقلانهن، لان ذني شوية رقمن لي غاد، هم ما اريد عدد. طيب صار 4 ايام ما مطيرهن. طبعا طيورك انا اقول لك زق زق يعني، تعرف شنو كلها زق؟ هاي الحلة الزق، هاي الحلة الزق، بني زقن يعني بني جاي طيران يعني. سمثل عندك هاي، هذا الفحل يزق، هاي الطيرة وحدها فحلها راح، الزق اثنين. هذا عندك الفحل ابو هذا الاسود بعده هم يزقه ويوكله.
بعد شنو السودة عندها هذا الأشعل بسود الزقة. بعد شنو ايش عندنا الفحل هذا الرجل البصراوية يزق الفوق هم عندها زق يعني كلهن ما اطلب من عندهم بس احنا بدنا نسوي مقطع شوية حلو ونطيركم بيهن لان الطيور انا يعني تدرون ترى طايرهن ساعة واحدة ورجحن ما يدشرن قلت له هالمرة شبحن دشر بعد طيور وانا انصح بالشباب قلت دشر دشر بس يسهل سبب الوقت لازم واحد يدشر طيورة اكثر واكثر حتى ما يضيع ولا حد يطير بالهوية الا طيور تكون بعدها فاصل ساعة هيجي لانك واحد اليوتيوبر وجناي مضيع اكثر من عندي يقول ناشن 70 واحد ما رشقيت وبلقى وراجعات له 50 نعم احنا ضيعنا ثلاثة بس شلون ثلاثة يا ابو واحد احلى من الاخ والله لا الطيرة تراشي الفحل ذاك تراشي حلو بعد يهوى الفحل هذا حلو يعني هذا معزة خاصة أبو النسوان شو تسوي بعد يلا فدوة ولا يهمكم يعني بدال أنا أخوته كله عدي هو كله من طيرة وفحل أنا لين أنا مقطع الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك فعلنا الجرس حتى يوصلكم شكو شيء جديد مع السلامة.